خلاص شفت قلت لك وقلت لك لا خلاص الجزء الاول من اللايف طبعا نشكر كل اللي ويانا وشفت الحمد لله ما قطع هو بس بالبدايه قطع جلال شفت لك شوي شد بطنك ايش قد صار لك اساسي بالمنتخب ما الاساسي يعني انه وهي فترات متقطعه يعني لا انا اريد اخر سنتين ثلاث يعني ما لي دخل بالبدايات البدايات كان طبعا مشاركاتك يعني متقلبه يوم اي يوم لا بس اقصد يوم مصابات يوم ايش قد اخر سنتين ثلاثه ايش قد من 100 نسبتك حارس اساسي بالمنتخب تقريبا 70% 70% طيب في آخر مثلا نقول 10-15 لعبة للمنتخب إيش قد من عدهن كنت أساسي؟ يعني بطولة آسيا قبل بطولة آسيا اللعبات الودية يعني تقريبا هو أكثر من 15 يعني بآخر 15 مباراة نقول أنت لعبت آخر 15 مباراة؟ لا لا يعني كانت فترات يعني مثل تعرف إنه كأس الخليج تصفيات كأس العالم فكنت مصاب فكان محمد طيب. الوليد إيه فهذا الشيء زين متقطع أنا أرد أسألك جلال لا أسألك إيش قد آخر فترة بس عندي منها غاية المواصلة باللعب دائما وانك انت اغلب الوياي يعني بالفتره الماضيه كلهم ايدوا انه انت ما شاء الله عليك انت محمد الحراس ايوه بس اريد اسال اساسي 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 هذا الشيء اثر على مستواك ايجابيا لو سلبيا بالقرار يرجع الأول والأخير المدرب الأول هو من يختار إنه الحارس صح. هو ما قرر أنا لاعب مدرب إنه يقول فلان يلعب فقرار يرجع الأول والأخير للمدرب بالعكس إنه أنا فهو كل واحد من يلعب لازم يمثل بلده ويمثل منتخب خير تمثيل فارجع لك انه قرار المدرب يعني مو براتي انا بس جلال انا هو مو سؤالي على انه هل انت مع لعبك اساسي او لا المواصله مثلا 15 اكيد المواصله بالمنتخب هي المواصله ايجابي او سلبي اكيد مثل اذا بعد مو انا اقول لك المدرب انه يطلب استقرار فنيا للحارس ولا للاعب هو اهم شيء الاستقرار انه للحارس نعم. طوال فتره طيب هو الاستقرار يعني زين يعني بعد كاس اسيا او قبل كاس اسيا بطوله العربيه مال ويا الزوراء جلال نقول لك البارحه اول بارحه احمد ابراهيم قال لي والله لو اني مكان جلال يعني جلال حملة الإعلامية الفنية الرياضية اللي سميها ما شئت مثل ما يقولون ما تعرف إني لا صح بس أنا أريد أكمل لك أنت وصلت المرحلة حتى التعليقات بالصور سديتها شلون أنا أريد أتعلمها من عندك تعرف شلون قدرت تمتص وتحول هذا الشيء إلى طاقة إيجابية حسن انت حارس مرمى لك اسمه المواطن محمد داود فانت حارس يعني حارس منتخب وتلعب نادي جماهيري فمثل انت على طار التعليقات يعني طار التعليقات انه ناس من تنتقدك انتقاد فني فهذا الشيء تتقبله برحابة الصدر
تتقبلها انه انت حارس وتتقبل كل شيء. فمن الناس يعني من طب عليك تعلق لك تعليقات تسبك وتسب اهلك وتسب يعني ما نوصل غير نوصل غير امور. فهذا الشيء انه تضطر انك وتخلي بالك مرتاح. فانت سؤالك حولت الحاله سلبيه الى ايجابيه، فانه هاي الثقه بالنفس والثقه برب العالمين والتمرين اللي رجعني. واشكر الكابتن عامر عبد الوهاب يعني اللي هو تحياتنا يا حبيب القلب، تحياتنا له وتحياتنا للمدربين اللي سبقوا كابتن عامر، كابتن حد، كابتن كابتن جري زيدان. لا ابو دعاء، لا راح اسولف لك شغله حلوه. قبل فتره من كان المنتخب الاولمبي هنا بدبي التقينا بي اني والكابتن مهدي كريم، تحياتنا الى ابو زنوبه صحيح، وابو التكنيك العالي سلام شاكر. اسمع انت شلون يعني شنو ما مقتنع بسلام انت؟ لا ابو عباس خيالي، اكو نغله اسولف هاي لعبنا طاوله، قلت له وين تلعب؟ هنا هيك التقسيمه وين ولا فرق شعبيه؟ قال له انا العب مهاجم. يا سلام عدل بدل هو مهاجم هداف، لا هداف هو يعني بالزوراء عنده تقريبا 6 اهداف او 7 اهداف. يا بهنا كلها براسه. اسمع المهم مدافع؟ اي المهم يقول انا ما العب مدافع، انا العب مهاجم. انت دبان عاليات، انا نزل واقول ودعتك لا استلم ولا اقوى. خماسي، لا خماسي مو تعتمد مثل ما زين. الكابتن عامر الآسيوية بالمغرب، البطولة العربية، اي بالبطولة العربية وقبلها بدوري ابطال اسيا، يقول اجتمعنا بياني والكابتن حكيم تحياتنا له، يعني والشباب الطيبة يعني الكادر الفني، يقول قعدنا حكينا وياه قلنا له سولف. الكابتن حكيم هم يعني قال احنا كنا وقفنا وياه وقلنا له اللي انت تريده احنا وياك، صحيح هذا الكلام؟ واحنا اكثر ولا تهتم. لا هي اول هو اول ما استلموا الزوراء، يعني اول ما استلموا صحيح. الزوراء اول ما تحياتنا لهم وكابتن حكيم والكادر كله، يعني اول ما استلموا يعني انتم فريق مارب انتكاسه في المباراه اللي سبقت قبل يستلمون، فمن اجوا استلموا يعني تغير وضع الفريق وتغير الوضع بالنادي. ومن خلال التمارين ومن خلال الكلام اللي سمعته من عندهم فتغيرت هواي امور، فوالحمد لله والشكر مشت الامور. فهو على طول يعني على طول على طول على طول الكابتن عامر، لا اكثر من، وانا اقول لك اكثر من مره، يعني اكثر من كلام، لان انا مرات مو شفت قريب علي اخذ السياره للتمرين، فيلزمني في هاي المسافه تقريبا ربع ساعه، فلازم يجي يسوي لازم يجي يسوي لازم انا يجي. بس ارد اذكرك ان يعني تأييدا على الكلام، قال اللي تحمله جلال وقدر يطلع من عنده يعني يستاهل عليه يعني فالجائزه وشهاده تقدير ما حد ماخذها. يقول لأنه بقى يتمرن ويجي جاد للتمرين ويركز بالتمرين وما مهتم، يقول هذا الشيء قليل نلقاه عند اللاعبين العراقيين لأنه الضغط يأذي، فهو كلش أشاد صحيح بهاي صحيح لأن من ثقت. لا هو قلت لك أنه للزوراء يعني غير من شخصيتي وغير أمور هواي بيه، يعني امور كثير بيها غيرها بين الكابتن جليل وبين الكابتن عامر. وين ارتاح جلال؟ الاثنين مرتاحين. انا بدايتي بالمنتخبات وهي كابتن جليل منتخب شباب، فالاثنين ارتاحت وياهم. بالعكس شنو الفرق بيناتهم بالتمرين؟
لا هو ماكو كل فرق، يعني كل مدرب هو اسلوبه بالعمل وماكو اي فرق، لان هم ما شاء الله عليهم عمالقة. زين امشي لك اياها. اوكي شو تمشي؟ يعني انضغط، ما تريد تقول يعني شنو الفرق لا بيناتهم؟ لا 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 بالعكس ماكو اي فرق، لان قلت لك انه كل مدرب هو له اسلوبه بالتدريب. كابتن جليل الاسلوب، كابتن عامر الاسلوب، فانت لازم مثل كابتن عامر كان من ينطيك اسلوب التمرين، زين فاجا مدرب جديد لازم يعني تتعايش وياه. صحيح صحيح. اليوم جلال كاتانيتش طلع بتصريح قال اني بالنسبه لي جلال حسن هو افضل حارس بالعراق، هو حارس فريقي. من مدرب منتخب الوطني يطلع يصرح بهالثقل يعني بوجود حراس منافسين بهالقيمه ايضا، يعني ما شاء الله عليكم كلكم تتنافسون وكلكم بنفس المستوى، مش حس جلال حسن؟ هي حراس المرمى بالمنتخب تحياتي لهم، هم اصدقائي واخواني وكلنا احنا انه بمركب واحد، يلعب جلال انه يلعب محمد، يلعب فهد، محمد قاصد، محمد صالح، هو انه يمثل المنتخب ويمثل 40 مليون عراقي يعني. فمن مدرب منتخب ومدرب يعني محترف، ومن يصرح هذا التصريح انه اني فخور بهذا المدرب، وسبق انه انتقدت المدرب، فاني فخور بهذا المدرب وطاني يعني وانطاني ثقه ما منطيها اي لاعب بالمنتخب هو المدرب طبعا. زين جلال، هذا الشيء اثر على علاقتك بباقي الحراس؟ من المدرب يصرح يعني كانه يقول لهم انه ماكو امل تلعبون، انا جاي. لا 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 بالعكس، لا ليش، لا ماكو هذا الشيء، ما موجود عند هذا الشيء. هو يعامل كل اللاعبين سواسيه، ما يفرق بين فلان وفلان، بالعكس. فهو التصريح اللي تصرحه، فانه دائما انه كان الحكي على اغلب لاعبي المنتخب، الحكي اغلب لاعبي المنتخب، فذكر سؤال انه سال الاخ حيدر زكي انه قال له ليش ما تحكون دائما بالايجابي، ليش انه بالسلبي على اللاعبين؟ ف بالعكس يعامل كل اللاعبين سواسيه، واللاعبين كلهم والحراس بالعكس ماكو، ما صارت بيناتنا انه بين فلان مشكلة. ما صارت حساسيات وراء هذا التصريح؟ لا لا ما صارت، الحمد ما اعرف لله. بعد ما صارت، لا بس ما صارت امام عيوني ما صارت. زين جلال، انت اشتغلت ويا هواي مدربين بالمنتخب، بين اجنبي وبين محلي، منو الاكفأ انه يقود المنتخب من وجهة نظرك، يعني المحلي لو الاجنبي؟ بعد انه ما احكي لي امنيتك واحكي لي الواقع. هو اكيد انه المدرب المحلي يعني انه يعرف الحراس بالعراق، فمدرب المحلي انه مثل يسمع حكي مثل من يحجون على حارس، يحجون على يتاثر يعني، قصدك المحلي يتاثر بالكلام. فالمدرب الاجنبي لا، ما له علاقه بهاي الامور يعني، ما يشوف هاي الامور. بالعكس انا ما اكو فرق، فافضل انه المدرب المحلي. تفضل المدرب المحلي لو الاجنبي جلال؟ المدرب المحلي يعني الاكفأ لقياده المنتخب هو المدرب المحلي. مدرب المحلي يعني مدرب المنتخب الحالي، يعني مثل ما تقول انه مدرب اجنبي هو اول مدرب يعني درب المنتخب، مدرب حراس هو مدرب اجنبي. فاحنا نروح قبل 4 ايام، نروح له قبل 5 ايام او اسبوع يعني، فاحنا ماخذين كفايتنا بالنادي، فمن تروح له يعني بس يحافظ عليك، يعني شلون يحافظ على تمرينك يعني فتره قصيره. مدرب الحراس هو صار عليه حكي جلال بحجم المنتخب العراقي لو مو بحجمه؟ ما سؤالك صعب. المدرب لا، ما احب اجاوبك على هذا السؤال، لان المدرب هو قاعد يشتغل، ف
نلعب راس. زين، خل اصيغ لك اياه. قدم لك اضافه ما كانت عندك مدرب المنتخب مال الحراس، لو شيء تقليدي يعني، ما يعني قدم لنا بعض الاشياء. اوكي، يعني قدم الاضافه، انه هذا اللي اريد اوصله، قدم لك اضافه لو ما قدم لك. بعض الاشياء قدم اضافه، بس بعض الاشياء يعني مو زين. اليوم كتن تشوف المدرب المناسب للمنتخب بهاي الفتره؟ نعم كتن. انت تحبه ها؟ مدربنا وماشيين بصورة صحيحة، كل اللاعبين تحبه وأغلب الجمهور يحبه بالأس. اليوم بالهيئة المؤقتة برئاسة المستشار أياد بنيان تحياتنا له، لو أجوي واستشاره جلال حسن وقالوا له جلال، يعني بما أنك اشتغلت وياه فترة طويلة نريد نصيحتك، نبقى اليوم على كتنج لو نشوف مدرب أجنبي ثاني، شو تقولهم؟ نصيحتي، لان هم اجوا واستلموا الاتحاد واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، نتمنى من عندهم انه يكملون المسيره الاتحاد السابق، نتمنى انه من عندهم انه يشوف شيء اللمسه بدينا كلاعبين منتخب. وتنصحهم بالابقاء على كتنج او ايجاد؟ هم اول ما اجوا يعني حلوا اللجان كلها بالاتحاد، بس بقوا المدرب، بقوا بس المدرب المنتخب الوطني كتنج، لان عندهم معلومه انه المدرب كتنج هو صاحب الفتره هاي ولازم يبقى. فانا نصيحتي انه اكيد اقول يبقى. الاستقرار مهم ها؟ مهم، اكيد مهم. انت تعرف من زمن طويل يعني فترة، كل بطولة مدرب، كل بطولة مدرب، فالاستقرار مطلوب هاي الفترة. اليوم جلال المنتخب العراقي متصدر تصفيات كأس العالم، هل الشعور مو انك تكون متصدر على ايران وعلى بحرين وعلى هونغ كونغ وكمبوديا؟ يعني فدهيبة، مو مكان طبيعي للمنتخب العراقي؟ فعلا انه هو هذا مكان المنتخب العراقي واستحقاقه يعني، فاغلب المباريات اللي خضناها كنا على مستوى وحده، وهذا استحقاقه بس يعني. انه هو هواي ينتقدون تغيير التشكيلة، هواي ينتقدون خمس مدرب، بما أنه يعني أهل مكة أدرى بشعاب فأنت هو تقلل الخطوط، فأنت هي بهاي تشكيل فخطة هجومية 3-4-3 تصير يعني، هي 3-5-2. انت تفضل اربع مدافعين لو خمس مدافعين؟ والله افضل اللي نجحنا بيها يعني هاي اخر فترة، هي الخمس مهاجمين، الخمس مدافعين عفوا. اذا على الخمس مهاجمين هاي لا، لان نجحنا بيها احنا كلاعبين، نجحنا بهذا التشكيل. جلال، لعبة إيران تتذكرها تصفيات قبل فترة؟ بالأرض اي يقول لك سيد جلال مشتاق لك، اريدك تحكي لي على المستقبل علي كاظم، هو هذا اللي حق عندكم احتياط لو مو هو هذا؟ سيد علي تحيات، اللي مشتاق له هواي والله. قلت لك يعني مو انا عشت وياه يعني، عشت وياه بنفط الوسط، عشت وياه في المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني، فعلاوي من الحراس يعني الطموحين، وحراس امامه مستقبل عال، واتمنى له التوفيق. وعلاوي حارس ما شاء الله، يحب تمرين بتمارينه، وان شاء الله. بس جاوبني نعم او لا، كلمه واحده، هل علي كاظم على هو الحارس راح يقعدكم احتياط بالمستقبل؟ هو ما احنا ما نريد نظلم
البقية. حراس البقية اكو حراس لهم اسمهم مثل علي ياسين ما شاء الله عليهم كلهم. اكو حراس عزيز يلعب نفط ميسان، اكو حراس هواية، فعلاوي يعني قلت لك انه علاوي امام مستقبل واتمنى له التوفيق. جلال بما انه ما هسه ذكرت اغلب الشباب، اريدك تقول لي التوب 3 او اي توب 3 بدون تحديد اول ثاني ثالث، بس التوب 3 حاليا منو افضل ثلاث حراس شباب بدون ترتيب اول ثاني ثالث، افضل ثلاثة حاليا؟ افضل ثلاثة شباب علي ياسين، طيب محمد صالح، بو علي كاظم، وياسين كريم، ورايح الراس خف رايح الراس الحرس. انت ذكرت لي اربعه، اذا مدرب الحراس اجى قال لك راح نضيف حارس رابع هسه وياكم بالمنتخب يتعلم يعيش الاجواء مال المنتخب الوطني الاول، لانهم اغلبهم لعبوا فئات سنيه وما شاء الله عليهم، من الحارس من هذول الاربعه تنصح المدرب انه يجي ويانا يتمرن؟ طبعا هو راح تكون فرصته للمشاركه جدا قليله بين انتم اول ثلاثه، بس من الحارس الرابع اللي ممكن نضيفه من هذول الاربعه؟ الحارس الرابع اللهم الحراس الله العظيم، هسه حتى ذكرت نسيت نوع نسيت مصطفى سعدون نسيت لا كلهم هيك بشكل عام اللي ممكن تضيفه، يعني صار عنده خبرة المنتخب الأول، عنده يعني عنده خبرة وإجا فترة ويانا بآسيا، فبعدين علي ياسين. علي ياسين تتمنى يكون هو الحارس الرابع؟ واحتمال ياخذ مكاننا ما شاء الله. احد يذكرك ببداياتك من حراس الشباب علي ياسين؟ ماكو سوى كان ويانا بكربلة كان وي، فاكو حارس شاب انه في المنتخب المنتخب شباب مثل حسن. حلو جلال، من أصعب مهاجم واجهته بالدوري العراقي؟ والله ما كل المهاجم أمجد رابع. ها الله يستاهل مجهودي. عربيا لاعب مظلوم من لعبتهم لعب ضدهم مبخوت علي مبخوت لاعب المنتخب الإماراتي. زين آسيويا آسيويا سردار سردار أزمون يقول لك احتمال يروح النابولي. ها بعد داعوب غير زين مشتاق لك. تحياتنا إلي. عالميا لعب ضد احد عالمي؟ جلال عالمي سانشيز. لا انت لعبت تشيلي، انت كنت اساسي مو لو لا 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 ما. لا كان نور صبري. اي يعني هذول ابرز ثلاثه ممكن نذكرهم. ما لعبت ضد هالك البرازيلي زنت، وهي كان منتخب اولمبي. زين
استاذ اسمعني، تسمعني؟ ما اسمع كل شيء، ما اسمع. لا حمد، اخويا لا فصل الانترنت. صحطتني. زين لا لا سالفه. جلو اني هسه راح نعطي المساحة لكل اللي يحبون يكتبوا لك اسئلة حتى نجاوب عليهم، شنو رأيك؟ كيفك؟ يلا جلال قول لي، بدنا يكتبون الأسئلة، أريدك تقول لي تشكيلتك العالمية، تشكيلة الأحلام للكابتن جلال حسن. أولا ايش تلعب؟ 4-4-2، 4-3-3، ايش تلعب؟ 4-5-1؟ تشكيلتي ما أصير مدرب. ما يخالف، قول التشكيلة. راموس، لا اول شيء قول لي 4-4-2، شنو التشكيل يعني ايش قد تلعب؟ تشكيلة 4-3-3. 4-3-3. منو حارس الاحلام الفريق جلال حسن؟ بوفون، اوكي اي راموس، زين بويول، لا المعتزلين، لا حتى كيفك حرة. راموس، بويول، طيب ألفيش، طيب مدافع يسرى، مارسيلو، مدريدي مو بيدك. زين الثلاثة اللي بالدائرة، لا لا بالدائرة، بوسكيس، اوكي أنيستا، اوكي بعد فالفيردي، زين فوق على اليمين. ميسي، طيب كريستيانو، حلو، بفوق بنزيما، لا تشاقه. زين من مدرب الفريق؟ مدرب الفريق بغيره جدال. بوزوس أكيد. زين أريد ثلاثة احتياط، مدافع ووسط ومهاجم، من المدافع الاحتياطي مال هاي التشكيلة؟ مدافع الاحتياط سيلفا، باريس، برازيلي. ها اوكي الوسط. برازيلي الوسط، كازيميرو، زين مهاجم الاحتياط كين، هاري كين، زين رونالدو الظاهرة، بزيدان، رونالدينيو، جيرو، معتزلين معتزلين بس احنا معتزلين. زين انت من هالنوع. زين بويول والفيش. زين ما يلعبون، كابتن يلعب بس بويول. زين اريد اسالك سؤال قبل ما ناخذ الاسئله. اوكي اريدك توجه، ما راح افتح الموضوع، بس اريدك توجه رساله للكابتن القدير نور صبري، شو تحب تقول له؟ اتمنى لك التوفيق ان شاء الله بحياتك، والله يحفظك لعائلتك، وانت حارس كبير ولك اسمك، وان شاء الله نشوفك بعلى المراتب. وبالنسبه للصفحه القديمه ايش تحب تقول له؟
لا بالعكس، الصفحة القديمة أنا ما كنت أظن، ما كنت مهتم لها، ما كنت مهتم لها، بالعكس إنه هو نور ويحكي، فكان مصلحتي يعني، مو مسألة إنه غير شيء، فصفحة منطوات. وفضت وراحت خلصت مو خلصت؟ لا ماك شيء، هو ابو شيء زيد ماك شيء، ترى ابو 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 بعرفها اكيد. لا تعايشنا اكثر من سنة، فبالعكس جاي يقول لك منو مطربك المفضل؟ مطربي والله قليل يعني، قليل اسماء، مثل اسمع حسام رسام. حسام الرسام. من أفضل، رونالدو ولا ميسي؟ كريستيانو رونالدو لو ميسي؟ أو ميسي. ف هم اثنيناتهم يعني من افضل اللاعبين بالعالم يعني، فصعب انه، فانت مثل ما تقول انه كريستيانو فصنع نفسه يعني، وميسي موهوب، ف طيب اعطيك واحد يعني، راح اعطيك كريستيانو. زين، شنو ردة فعلك من صديت طوبة المعز بخليجي 24؟ يا كرة ما ادري دبل كيك سوى، ما ادري هيك شيء، ما ادري والله. لون انفرادة يعني، هاي الأخير شيء اي ممكن، مال مونتاري مو المعز. ما اعرف ما كانت لك اياها كتبوا فأنا لك. هو واجبي نعم مونتاري، فهو واجبي شارك. يعني، فكان صح شعوره أنه نقدت أنه فريقي المنتخب من انفراده، فالحمد لله شكرا توفقت بيها، وكان شعور لا يصف. المهم أنه افتتاح فرحة الشعب كانت ذيك صح الفترة. كلش كبيرة. يقول لك شنو ردة فعلك من خسرنا من البحرين بكأس الخليج العفو؟ والله كانت انه بالنسبه لنا احنا كلاعبين كانت خيبه امل يعني، كنا الاقرب للتتويج بالبطوله، وكنا انه نفرح شعبنا وناسنا بذيك الفتره يعني، اللي كان بيها تظاهرات وقتل فكانت انه فرصه، فوالله خيبه امل كانت يعني بالنسبه لنا. يقول لك هل هناك فرصه للاحتراف الخارجي؟ واذا لا، هل اجت عروض من الخارج سابقا؟ من نوران مرتضى. تحياتي. والله اكو كان سابقا اكو عروض، بس كلام يعني، مو على الورق قبل، فماكو هذا الشيء يعني، بس كلام. اذا المدام قاعده تشوف اللايف الله يساعدك على هذا السؤال. قبل لا الزواج ماكو. انت تحب؟ اي احب، بس امي تستاهل حب الدنيا كلها. اكيد. شاشة تقول لك شنو تحصيلك الدراسي؟ ما مكمل دراسة يعني، كنت بيجي الفترة أنه كنت أشتغل يعني، فتعرف أنه كان وضع المعيشي صعب جدا، فكنت ما منسق بين الدراسة وبين الرياضة، ففضلت الرياضة أنه ما مكمل دراسة. شنو رأيك بهدف محمد قاسم على قطر؟ والله محمد قاسم كانت أول مباراة له يعني ضد قطر، فكان فرحت له جدا هواية، فكان شعور لا يصف. أصعب وراه ما هدف يلزم سجل عليك؟ أصعب هدف؟ إيه أصعب هدف، أصعب هدف والله وايد وايد انه بس لا بالمتناوب اشوف المقطع الذاتي. حسون بنزون لا معاود اصعب هدف يعني، ما تاريخك
والله ما اعرف الا بس ما اعرف. زين عبد اكو الله هواي بكر يعني هواي يلا. يسلم عليك من سامراء، يقول لك هل ممكن اشوفك عليكم تعتزل السلام بالزوراء تحياتي. بعد عمر طويل؟ والله هو كل لاعب انه يتمنى يعتزل بالزهرة، فإذا الله كتب لنا عمر ان شاء الله. إذا أولا من ناديك المفضل بالدوري السعودي؟ الهلال إذا أتاك عقد احترافي من الهلال السعودي والزمالك المصري، أي منهما تختار؟ والله هو كل لاعب انه يتمنى يحترف، فأكيد الهلال. معنا تحياتنا للنادي الزمالك المصري. تحياتي. أوكي خلي أشوف، يقول لك تشكيلته كلش ضعيفة ترى، أنا يا متفق وياهم ترى. إنسان ما لا ألعب بليل لا ألعب شيء، بس هاي هيك اعطيتك إياها. أوكي، من أقوى مهاجم بالمنتخب حاليا؟ يعني قصدي من أفضل مهاجم؟ الكل الموجودين بهم البركة. يقول لك هسه واحد كاتب لك هسه تلقى جلال قرايب زيدان لأن يحب بنزيما. لا لا مو انا مدريد يعني اكيد ما انطي الفريق يعني وين ذاك. يسألوك هل منتخبنا بحاجة للاعبين المحترفين يعني بين قوسين المغتربين، ومن هم اللي تعتقد نحتاجهم؟ والله هم لاعبين على مستوى عالي، فهم كل اللي مثلوا المنتخب نتمنى انه يكونوا موجودين يعني. قصة المم كود يرسلون عليه ما حيقبل يجاوب للتعب وراحكم. لا ما جاب. ايش قد عمرك وايش قد وزنك وايش قد طولك؟ عمري 1991، مواليدي 1991، عمري 18 5 الشهر الخامس، 29 وزنك؟ سنة. وزني 86. قبل وزني كورونا مو ولا بعد كورونا؟ وزن لا 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 قبل كورونا كان اكثر، بس هسه لا يعني نازل. 86 طولك؟ تقريبا ايه طولي 88 متر 88. يقول لك تزوجت عن حب عن حب لو تقليدي؟ لا تقليدي. شنو رايك بمرتضى حرب؟ ما اعرف يعني العفو اذا هو مهوال مرتضى حرب، ف وشاعر تحياتنا له، فقصائده ما شاء الله حلوات دائما نسمعها. اسال جلال حققت حلم الطفل بابل لو لا؟ بابل ما ادري هيك شيء ما اذكر هيك شيء ما مر علي. لحظة بس دقيقة جلال، دقيقة. شنو رأيك بجمهور الزوراء؟ والله جمهور الزوراء يعني صعب. جمهور الزوراء غني عن التعريف. جمهور الزوراء رائع ومثالي ما شاء الله. كمية الأسئلة. يقولوا لك وين وصلت بالإنجليزي؟ والله بس يوم واحد ورجعت، لأن ما متواجد يعني بالبيت، ما متواجد بالبيت لأن وأنا أشكر المركز يعني والست الزينة، فإن قدموا لي في شيء بسيط، فما التزمت لأن أنا اكثر شيء متواجد ببغداد، ف ما التزمت بهاي الامور الدراسه. شنو حتسمي اول طفل لك اذا الله راد ورزقك؟ اول طفل والله ان الاسماء هوايه، فاكيد نختار اسم من الاسماء على اكيد على اهل البيت. لا الله، يقول لك مصطفى ناوي تقص شعرك جلال؟ والله قص شعري شو اطلع؟ اطلع كأنك مهند عبد الرحمن. منو زينة؟
ابوك والكاتب ابوي زين. هو دائما زين ابو. لا طبعا الشعر هو مظهر الانسان، فيعني مو انا دائما اقص من عده، يعني من يطول اقص من عده. عبد الله الشمري صار ألف مرة قلت لك سلم لي على جلال وقل له أني أحبه، يابا يحبك يا عبد وانا الله هم الشمري. بحبه واموت عليه، تحياتي لعبود. تلعب ببجي؟ لا زين جلال حبيبي، بالختام أريد من عندك شنو لونك المفضل جلال؟ أسود؟ أسود. اوكي، جاك عرض من مدريد وبرشلونة، بس العرض المالي لبرشلونة أقوى، شنو تختار؟ مدريد. شنو رأيك باحتراف ميمي وصفاء؟ أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، فأكيد هاي فرصة لكل اللاعبين، يعني فإنه يعكسون صورة اللاعب العراقي في أوروبا، فاهمين وأمامهم مستقبل، وصفاء وميمي أكيد هم سفراء العراق في أوروبا، ومع أنديتهم أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ومن يستمر يكون يستمر الدوريات تستمر. كابتن سمير ياسين شنو يعني لك؟ سمير ياسين، سمير يعني أكثر من صديق، روح من الدنيا مثل ما تقول سمير. بروح أبوك يسأل شلون ورطك حسن خليفة بالتسريحة. حسن خليفة، أنت ما سألتنا على حسن خليفة ليش؟ اياته حسن خليفة هذا العمر، حسن يعني من أصحاب الفضل يعني على جلال حسن في كاميرته العالمية، فهو مظلوم إعلاميا وأخويا وصديقي، وأتمنى لك